بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع برنامجكم القرآن العظيم. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم نبحث عن محاور الجزء الثالث من القرآن الكريم. أول هذه المحاور سنجدها في هذا الجزء هو أن دين الله واحد، وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يجعل توجيها للعباد فيما يرضيه، حتى يحقق عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويحقق عمارة الأكوان، ويحقق تزكية النفس التي بها الحساب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الإشارة إلى هذا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كشأن سيدنا موسى وشأن سيدنا بعد ذلك سيدنا محمد، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن دين الله واحد، وهذا هو إيمان المسلم، يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى ويؤمن بإبراهيم ويؤمن بنوح وبسائر الرسل الكرام. والإيمان بكل رسول ممن ذكر وعرف لنا أنه قد أرسل ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو ركن من أركان الإيمان، لا يقبل إيمان المسلم إلا به. إذن دين الله واحد، أمرهم جميعا بتوحيد الإله، أمرهم جميعا بالخروج من الحول والقوة إلى قوة الله وحوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش. أمر الرسل الكرام حتى يأمروا أقوامهم بالتكليف، افعل ولا تفعل، وأمرهم باعتقاد يوم آخر سنعود فيه إلى الله سبحانه وتعالى فينبئنا بما كنا فيه نختلف، وينبئنا بالحساب، الثواب والعقاب. ولذلك الدنيا متعلقة بهذه الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. المحور الثاني هو حرية العقيدة. الله سبحانه وتعالى ترك لنا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه لا يريد منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهنا يعطي هذه الحقيقة الكبرى في سيدة آيات القرآن الكريم، آية الكرسي التي هي على رأس كل الآيات. الآيات اللي عندنا برواية حفص عن عاصم 6236 دية واقفة فوقيهم كده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما،
يعني لا يتعبه حفظهما، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن هنا فيه حرية العقيدة واضحة نصا، ليس فيها أي مجادلة ولا محاورة، لأننا لا نريد أن نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن هنا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يجعله علينا حفيظا ولست عليهم بمسيطر، إلى آخر ما هنالك من نصوص تبين بوضوح قضية محورية وهي حرية العقيدة. ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى في محور ثالث أن هناك صلة مستمرة بين العبد وربه تتمثل في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الأربعة يقول الدعاء هو العبادة، لكنه في حديث آخر يقول الدعاء مخ العبادة. السند لحديث الدعاء هو العبادة أقوى من حديث الدعاء مخ العبادة. هو العبادة يعني كأنه كما قال الحج عرفة، يعني لا يجوز الحج بدون عرفة، يعني عرفة هي الركن الأهم في هذه القضية. فكذلك الدعاء هو العبادة، يعني لو نعبد ربنا من غير دعاء لا يكون ذلك مناسبا. فنرى وهو يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كل ماشي معانا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن هذا المحور وتنتهي به سورة البقرة، لكن لا ينتهي به الجزء، محور فيه كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الصلة، وذلك الدعاء الذي هو العبادة. نأخذ فاصلا ثم نعود.